السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين موقع فليكي، اتكلمنا عنه اكتر من مرة، لكن هو كل شوية بيحط اداة زيادة. يعني هنا مثلا عامل لك ايه، تكست تو فيديو، مجرد تكتب برومت يبدأ يعمل لك فيديو، عندك فكرة يحولك لفيديو، عندك تكست يحولك لصوت، عندك مدونة بتكتب فيها المقالات بتاعتك يحولك لفيديو، عندك صورة يعمل لك فيديو. ففي حاجات كتير جدا نقدر نستغل بيها، بالذات مثلا بي بي تي تو فيديو برزنتيشن يبدأ يعمله لك كفيديو. ففي شوية إمكانيات، كل شوية بتلاقي إمكانيات بتضاف للموقع. مجرد إن أنا أكتب له أي حاجة مش بيعمل لي صورة، لأ بيعمل لي فيديو بشكل رائع. طيب خلينا نعمل لوج إن. دي بعض الفيديوهات هو عملها لي قبل كده، بتلاقي جودة عالية. لو حاولت تعملها بأي برامج من برامج الفيديوهات هتلاقي بياخد منك وقت كتير، لكن هنا الموضوع ما بياخدش ثواني زي ما نشوف مع بعض. خليني اقول له اشتغل. هنا انا بس اديته كلمه التغير، غير المناخي، الواقع، التحديات والحلول. التغير المناخي حقيقه لا يمكن تجاهلها، الارض تتغير. فالموضوع بيبقى ظريف جدا، الموضوع بسيط خالص. طيب دي كذا مشروع ما كانش بياخد مني وقت خالص. تعال نقول له مثلا احنا عايزين نيو فايل، فبيقول لي عايز اسمي المشروع ده ايه، هل هو فيديو ولا اوديو ولا صور ديزاين. طيب انا هسميه مثلا الحضارة المصرية، وبعد كده بيقول لي اني لغة اللهجة مثلا هخليها مصرية، وبعد كده الاسبكت ريشيو تقدر تعكسها او تخليها على هيئة مربع. هتبدأ بقى بسكريبت، معاك سكريبت، معاك بلوج، معاك بي بي تي برزنتيشن، ايه الحاجة اللي انت هتبدأ منها. ممكن ابتدي من غير حاجة خالص واقول له سبميت. تقدر تختار يعني بلاي جراوند معينه، ممكن تبدا مشاهد معينه، تبدا تحط له انا عايز مشهد كذا كذا، يبدا ان هو يعمل. طيب عندي اختيار اسمه ماجيك، ما دام في ماجيك خلاص ممكن اقول له انا عندي فكره معينه او عندي سكريبت معين، ابدا اكتب له سكريبت. عندي تويتر، تويته معينه عايز تبدا منها. طيب هنبدا بايه؟ اهميه الحضاره المصريه وتفوقها. طيب انت عايز بقى المدة دي ممكن تخليها دقيقة او اكتر زي ما انت عايز، ماشي، بس هي دقيقة مجاني الباقي كله بفلوس. ممكن انت تختار ايه الصور اللي انت عايز تبقى موجودة، ممكن تبتدي بتمبليت، ماشي، ممكن تقول له انا عايز صور معينة سينماتيك او عايزها انهانس او 3D موديل او انيمي زي ما انت عايز. طيب هقول له سبميت، يبدا بقى يعمل لي الفيديو بتاعي، وبدي اختيار للسبتايتل، فتقدر تحمل سبتايتل لوحده. دلوقتي هقول له عاوز اعمل داونلود للفيديو.